رقم 13 والمدعوين 13 والجريمة حصلت يوم 13. يوم 13 أول فيلم سينمائي مصري 3D. أنا مش فاهم إصرارك، أنت ليه عاوز تبات في القصر؟ ما هو مش هينفع بيع قصر بيتقال عليه مسكون. أبسط حاجة هقوله طيب ما سكنتش فيه ليه مادام هو مش مسكون؟ ده لو مش مسكون فعلا، ده اللي هكتشفه لما بات فيه. على فكرة في مثل بيتقال غلط، اللي بيخاف من العفريت يطلع، الصح بتاعه اللي بيخاف من العفريت يتهيأ له ويطلع له. يتهيأ له. هي أمي ماتت مقتولة؟ المدام مفيش حاجة بتستخبى هنا يا اسمعي. فيلم تريلر، تريلر فيه تشويق، فيه رعب، فيه إثارة، عن عز الدين البطل. البطل عز الدين قعد كل عمره مسافر بره مع والده، سايبين قصرهم مهجور. بيرجع عز الدين عنده نية ان هو يبيع القصر ويستفيد بالاموال اللي هيستخلصها من البيع. بتبقى في مشكله واحده، انه القصر بيتقال عليه مسكون. عشان يثبت ان هو مش مسكون ويقدر يبيعه بيضطر يعيش فيه فتره، وتتوالى الاحداث والرعب. عز الدين بطل الفيلم او النجم احمد داوود معانا في حلقه النهارده، يكلمنا عن الفيلم وعن كتير من تفاصيل مشواره. احمد داوود بطل فيلم يوم 13 الجميل احمد داوود. الجميل الموهوب بطل فيلم يوم 13 احمد داوود. الله مبروك. الله يخليك. شكرا والله. خلاص بص يا احمد داوود، والله ايه ده، انت جميل. هو انا ازاي ما جيتش من زمان؟ ما شاء الله، ايه الجمال ده. احنا سعداء بيك يا احمد. انت ليك جماهيريه كبيره جدا، بس انت دايما متقوقع، بس تمام يعني. والله بتوتر من الحاجات اللي هي بره الشغل، يعني انا بحب اشتغل، بس الحاجات اللي هي قبل او بعد شويه بتوترني كده. انا خايف اكتر. لا لا لا. انا ايه ده. الحمد لله. انا مش هبتدي من الفيلم اللي ناجح والحمد لله في اقبال جماهيري في السينما، ولا عن تفاصيل ال 3D. انا هسالك سؤال، انت عامل فيلم رعب او كله عباره عن ارواح وغموض وبيت مسكون، انت اصلا ما بتخافش من المسائل دي ولا عندك مشكله؟ لا انا بترعب اصلا. لا والله انا زمان كانوا صحابي ياخدوني الفيلم الرعب، انا مش عايز ادخل، فيدخلوني بالعافيه علشان انا بتخض، اللي هو رجلي بتطلع الكرسي وبصوت وكده، فهم يضحكوا. والله يعني انت عكس. لا لا مش افلام الرعب خالص. لا والله. والله. طب بس هو يوم 13 مش رعب، هو يعني ممكن يكون اثاره وتشويق اكتر، يعني هو يعني مش اللي هو الدم والحاجات. لا لا, لا, لا مش كده، بس بس انا قلبي خفيف جدا. طب بخلاف الافلام، انت عامه يعني مثلا الناس اللي تخاف من الاماكن المهجوره الضلمه، لو حد حكى لك حكايه كده فيها. انا اصلا زمان كان مثلا ايه، لما تبقى قاعده انت مع اصحابك كده ويبدا السيره دي تتفتح، دايما بتيجي ايه، احنا سمعنا حد مش عارف كان مسافر فين، انا اول ما الموضوع ده بيتفتح بمشي اصلا. والله ما بتكملش. ما بكملش لان بشوف كل حاجه بقى، يبقى اكيد يعني اي حاجه وقعت بالصدفه، فانت تقولي ده هم جم، هم مين، انا ليه ادخل اصلا. هم مين، فانا دايما. بس فيلمكم يوم 13 ما هو كان لا اللي يتفرج عليه مثلا بعد ما يعني مثلا هيروح السينما هيقضي وقت لحد ما يروح ينام، انما لما بعد كده تذاع في التلفزيون مش الافلام اللي تتشاف قبل النوم يعني. لا طبعا بتخض. وبعدين بتبداي بقى تشوفي حاجات، طب وليه اصلا، انا بخاف جدا. وبعدين بدات بقى اللي هو لا مش عايز يا جماعه الحكاوي دي، ومش عايز اسال نفسي السؤال هو موجود ولا مش موجود اصلا، انا مالي. وبعدين بقى شويه لما بقيت اب. فانا ما ينفعش بقى بخايف مع العيال. صح صح صح. مين اللي هيجي يخلي باله مننا؟
فبدات شويه اتغلب على الحاجات اللي انا بخاف منها يعني مثلا يعني في الصحراء مثلا لما كنت تركب جنب عربيه حد سايق في الصحراء انا كانوا بيضحكوا عليا العيال الصغيره لان رجلي بقول لك في الازاز وببقى خايف ولما بينزل اللي هي النزله الجامده دي او الطلعه دي بموت فبقى شكلي طب انا هكمل حياتي كأب ازاي منظري منظري ايه فبدات اتغلب يعني دي حاجه من اللي بدات اشتغل عليها شويه وبدات اتعلم ان انا مثلا اسوق في الصحراء وكده وفي مره خلاص بقيت في الموقف فبقيت انا سايق ومعايا العيال ومعايا اولاد وكده فانا من جوه هموت من الرعب بس انا لازم ابقى جامد فعارفه حضرتك اللي هم بيبقوا اللي هو زي اللي هم بيفجروا نفسهم بالعربيات عارفه فانا ماسك العربيه وطالع المطلع فانا بالظبط كل اللي عملته بسم الله الله اكبر والله اللي هو ايه عايز اقول لنفسي عايز اقول لنفسي اطمنوا احنا كويسين بس شكلي بفجر ان بفجر الاسره الله اكبر اللي هو بتغلب على خوفي بس على بس كويس مجهود يعني محمود يعني بدات يعني اجمد قلبي شويه في حاجات معينه لكن في الحقيقه لا انا بترعب جدا طب لما وائل عبد الله المؤلف والمخرج بنوجه له تحيه كبيره جدا طبعًا 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 لما جه طبعا وبارك له على المجهود المبذول في الفيلم جدا ببارك له على المجهود المبذول في الفيلم وبخلاف المجهود وبخلاف النجاح فكرة التنوع ان احنا يبقى عندنا فيلم شعبي فيلم رومانسي فيلم ثريلر ده في حد ذاته شيء محمود جدا لما جه بقى يكلمك عن الفيلم طبعا ايه بقى انا فرحت جدا هو يعني هو الموضوع بدأ بالضبط من بعد 122 بعد ما عملنا فيلم 122 على فكرة كان عامل نفس الحالة وكان برضو وقته غريب وكان محدش متوقع خالص والحمد لله جاب فلوس كتيرة وكان اول حاجة في النوعية دي شوية اللي هو يبقى فيلم فيه سسبنس وكده وبعدها كلمني استاذ وائل فانا رحت قابلته فرحت جدا يعني شركه اوسكار استاذ وائل عبد الله حسيت بقى ان خلاص ابواب السينما بتتفتح بقى فاهمه اكيد اللي هو بقى ده انت البطل انا كريم عبد العزيز الجاي يعني على طول شفت بقى كريم عبد العزيز احمد عز وافلام اوسكار والعصر الذهبي ده عارفه كان فيه افلام كده ففرحت جدا اصلا ان هو كلمني وعرض عليا الفيلم واول ما عرفت ان هو كان هيبقى اول فيلم 3 دي طبعا يلا ام ان تحفه فبدانا من 2019 نشتغل عليه جهز استاذ وائل التحضيرات وعملنا كل حاجه وبعدين بدانا نصور وخلصنا تصوير في مارس 2020 اول ما يعني بعد ما خلصنا تصوير على طول الكورونا حصلت الحمد لله يعني انتوا مخلصين الفيلم ده من كام سنه بقى من 20 يعني بقالنا سنتين ونص ثلاثه اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه